ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ تمام؟ النهارده معانا الباشمهندس محمد مجدي، تمام؟ صاحب شركه اسكات للمقاولات العامه. فاحنا حبينا يعني ناخد رايه في شغلنا ونقول له ايه رايك في شغلنا وكده يعني، وبالمره يزيدنا شرف يعني ان الباشمهندس معانا يعني. ازي حضرتك يا هندسه؟ تمام، الحمد لله. والله يا باسم، الله يخليك يا حبيبي. تمام. والله يا باسم، يعني حد من الناس اللي شغلها كويس، اسلوبه محترم جدا. اهم حاجه في الموضوع كله خالص على بعضيه كده الوقت والالتزام بالوقت، وده حقيقي بفلوس، يعني حاجه شهاده قدام ربنا النقطه دي، يعني بفلوس كتير قوي. يعني لان لما بيلتزم احنا بنعرف نلتزم مع العميل، بنعرف نسلم في الوقت المظبوط، بنعرف يعني يبقى منظرنا حلو قدام الناس. طبعا هو باسم في النهاية بيبقى مراية للشغل يعني. فتسلم والله على شغلك، ويعني ألف شكر خالص والله ليك. حبيبي هندسة، وكتر خيرك، شكرا على الجامل الجميل دوت. ومستوى شغلنا ايه؟ رايح حضرتك فيه يعني؟ لا والله زي الفل، كويس خالص، وألف الألف، وتسلم ايديكم يعني بجد. يعني الله تسلم يخليك هندسة حبيبي، شرفنا باشمهندس محمد، وكتر خيرك الله حبيبي يخليك. هندسة. الله الله يخليك، يخليك، تسلم. شكرا. تسلم.